Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tunjina biha min jami'il ahvali vel afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين.